ايوه يقولوا مروج كبير نجم تعمل شيء بس احكي لي بس خويا احكي لي نعرف
Tadi galera, vou deixar aqui, vem nessa vez no banco. اسمي حسن. الناس الكل يعيطوا لي بو. أني نبيع في المخدرات نجي عن طريق المافيا واني من الزحف السوق التونسي. واني نبيع في المخرجين الصغار. هم يبيعوا على المستهلكين. من أكثر الأحداث تستهلك فيها هي الشباب. يعني. تسامح هكا كلمتين. أنا نقول لك قضيتكم زمة. الناس اللي كيفك بلاصتهم في الحبس حفاية كش دراما يقعدوا كاع في الظلام يخرج للنور جملة. مش نعاونوك مش نعاونوك الشيء اللي تعمل فيه ما يتعاونش عليه غرقت البلاد هلكتها بطولي احكي تو نعاونوك يا كي مش مش تحكي الشيء كما حكيتش خير هزوا 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 هاي ما تعرفش مش يصير فيها سبيكس هاد جاز كنت نحكي معاك بسرعه هيك بسرعه احكي لي ايه؟ قلت لك ما عندي حدا بس عادي دير بالك يا ولد يوم وروش كبير ما تنجموا تعملوا شيء شنو ما نجموا نعملوا؟ ألف منك جلدوه من عند بوب ما نجموا نعملوا اسمي حسن يعيطوا لي بوب لخاطر بنيت المخدرات كيف كلامك معاك؟ طلع سبعه